السلام عليكم، معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات. زي ما انتم شايفين قدامنا التريل بوس ال 2021. في شباب كتير كانوا سألوا على اسم اللون ده، اسمه شادو جراي اللي هو الرمادي الدخاني. هوريكم لون تاني في سيارة بعدها عشان تعرفوا تفرقوا ما بين اللونين، لان في ناس دايما بيختلط عليها اسم اللون وشكله. هما اللونين شبه بعض، فرق درجة واحدة بس منهم، واحد غامق شوية والتاني على الفاتح. الاسم رمادي معدني، نروح نشوفه حالا. بس خلينا نشوف الرمادي الدخاني اللي قدامنا. زي ما شايفين ما شاء الله اللون رائع. طبعا بيجي مع الدعميات السود، دبل اكزوست، رنجات سود، طواير حجريه، كاميرتين خلفيتين، تشغيل عن بعد، حساسات اماميه وخلفيه، نقاط عمياء على المرايات، سماعات بوز، شاحن لاسلكي للتليفون، وايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو. تعالوا نشوف من الداخل. تخشيب على الابواب، سماعات البوز، سيت الراكب مانيوال، شاحن لاسلكي للتليفون. ده شكل الشاشه ال اتش دي، ده شكل الستيرنج او السكان بالشعار الاسود للشيفروليه. نشوفها مره تانية من قدام، بعدين نروح نشوف السياره اللون التاني اللي اسمه ساتن ستيل اللي هو الرمادي المعدني. مرة تانية اللون اللي قدامنا حالا اسمه شادو جراي، رمادي دخاني. خلينا نقول بعدين نشوف ساتن ستيل عشان نعرف نحاول نفرق بينهم. قدامنا دي هي ساتن ستيل، ساتن ستيل يعني رمادي معدني. خلينا نقول كمان نفس المواصفات بس فرق اللون. الشبك اسود على اي حال من الاحوال مع الدعميات طبعا والهوكات الحمر. ده ساتن ستيل. اللونين دول مع الاسود هما من اكتر ثلاث الوان مبيعا عندنا. زي ما انتم شايفين اي تفاصيل صغيره بتبين اللون كتير، يعني اي شعار اسود احمر، مقابض الابواب بالاسود، الدعميات، كاميرتين ورا زي ما احنا شايفين، اكزوزين ورا. ده شكل السياره من بره، نشوفها من الداخل زي اللي احنا شفناها من شويه بالظبط. نفس المواصفات، 6.2 10 غيار، 420 حصان. تمام، نظرة أخيرة عليها من بره، الشعار الأسود الشيفروليه، بوكات حمر. تمام، مرة تانية هناك الشادو جراي. بكم مع مهند من بن حمودة للسيارات 050-516-3525 في انتظار اتصالاتكم عشان تحجزوا موديل 21. العدد محدود، الكميات يعني تيجي على قد الحجز.